اعزائي طلاب الثانوية العامة والازهرية حلقة جديدة وبرنامجكم مدرسة على الهواء. النهارده احبائي هنناقش مع بعض يونت 15 الوحدة 15 واحنا اتفقنا الوحدة 15 عنوانها ستاين بيك ذا بيرل والنهارده ان شاء الله ويل ذا سكند بارت او الجزء الثاني اللي هو الخاص بلانجوج او الجرامر خاص طبعا بالقواعد بتاعة الوحدة بتاعتنا وعنوانها ويشز اند ريجريت اللي هو التمني والندم. قبل ما نناقش الموضوع بتاعنا احب افكركم بس ان احنا ان شاء الله طبعا كل عام ومصر الحبيبه وكل العالم الاسلامي والعالم اجمع بخير طبعا بمناسبه شهر رمضان ان شاء الله الثلاث القادم يعني فاكيد طبعا المواعيد او الخريطه بتاعه مصر التعليميه هتتغير شويه فاحنا ان شاء الله فيما يخص اللغه الانجليزيه احنا الاسبوع القادم باذن الله هنبدا من الساعه 3 3 العصر تمام وهنستمر ان شاء الله لمده ساعه ونصف يعني من 3 ل 4 ونصف اكيد طبعا اساتذتنا اساتذه ستزيت الكيمياء هينبهوا برضو على حلقات الكيمياء هيكون نظامها ازاي هيبقى في تناوب ان شاء الله ده خلال شهر رمضان فقط اعاده الله على الامه الاسلاميه والعالم اجمع بالخير واليوم والبركات النهارده زي ما قلت وي ار تو كونتينيو ستادي 15 الوحده 15 انتايتلد ذا بيرل طبعا الروايه بتاعه ستاينبيك والنهارده اور مين كونسيرن هيبقى اون ذا جرامر بارت الاهتمام الاكبر على الجزء الخاص بالجرامر wishes and regret احنا عارفين كفيرب وش دبليو وش يعني يتمنى والباست اكيد كفيرب بتبقى وشت تمام كده بحط اي دي وبنطها از ت ت sound تبقى وشت اوكي هنشوف النهارده بقى لما احب اتمنى شيء اتمنى شيء في بقى اكيد كده بالمنطق او باللغه العربيه كده اتمنى شيء للمستقبل او اتمنى شيء في الحاضر لكن لو جيت اتكلمت على الماضي ما يبقاش تمني هيبقى ندم اللي هو regret اوكي Let's see this on the screen right now. هنشوف الكلام ده على الشاشة حالاً دلوقتي مع بعض. بيقول لي كده I wish و If only و I hope هيبان قدامكم حالاً Yes. الدرس بتاعنا زي ما قلت قبل كده إن هو عنوانه Wishes تمام؟ ده الجامعة بنحط Yes and Regret Regret اللي هو الندم يبقى Wishes and Regret تمام؟ في التمني دايماً بقول ايا كان الشخص مش بالضروره I. I, he, she, it, they, we, you. اي اي هي شي ات ذي وي يو ايا كان الشخص طبعا وبعد كده كلمه وش يتمنى هنا هناخد طبعا سواء اذا جاء فاعل او اذا كان عندي طبعا preposition تو هنعرف الفرق كلمه اي وش اتمنى هي بعينها بالظبط اف اونلي زي بالعمية كده احبائي لما نقول يا ريت زي بالعمية كمان بس لو حصل كذا يعني برضو بتمنى في التركيبة دي كلمة if only بتساوي بالظبط I wish I hope أتمنى هيجي دورها كمان مختلف شوية عنهم لكن تركيزنا الأساسي هيبقى في I wish واف اونلي في الأول تمام؟ تعال نشوف لو أنا بتمنى شيء للمستقبل هنقول كالآتي بقول للتمني في المستقبل بستخدم طبعا I wish ثابتة معايا هتلاحظوا ان انا كتبت I كضمير ان red color كان احمر هنا عشان ممكن يتغير طبعا ممكن اقول هي ويشز ذي ويش ايا كان قلت اي ويش اي اتمنى ان انا لاحظوا الشخص اللي بيتمنى هو نفس الشخص اللي بيتمنى له يعني معناه ايه بتمنى لنفسي فحطيت كلمه كود وبعد كده اكيد طبعا بعد كود لازم مصدر بقت اي ويش اي كود سي ماي فريندز تومورو اتمنى اشوف اصدقائي بكره هتلاحظوا كده كمان ده ايه بقى ده قلت كده للمستقبل في المستقبل بنعمل ايه احبائي تاني؟ بنحط كلمه اي وش حد يقول لي ممكن ابدلها اه ابدلها بكلمه ايه؟ بكلمه اف اونلي. وبعد كده بعديهم فاعل اللي هو اي اي وش اي طبعا فاعل الجمله الثانيه اي وش اي حطيت كلمه كود سي ماي فريندز. طيب لو قلت كمان اي وش وي كود جيت هاي ماركس. بتمنى ان احنا نحصل على درجات عاليه. تمام كده؟ أكيد لاحظتوا كده إني أنا واحد من الناس اللي بنتمنى لهم يعني أنا أكيد داخل ضمن مجموعة كلمة وي فبقول أتمنى إن إحنا فاستخدمت كلمة كود زائد مصدر وبعد كده كملت الجملة بتاعتي I wish we could get high marks this year هذا العام طالما طبعا الامتحانات لسه إن شاء الله يبقى بتكلم برضو على المستقبل فخلاصة اللوحة اللي قدامنا إن أنا لما بستخدم I wish او زي ما قلت if only بستخدم ضمير I او we بعد كده كود زائد المصدر الناس هتركز انا بتمنى نفسي او انا بتمنى ان احنا تمام كده غير لما اتمنى لشخص تاني يعني ايه لو جيت قلت مثلا he wishes he هو بيتمنى نفسه برضه he wishes he يبقى برضه استخدمت كلمة could he wishes he could visit me next week بيتمنى لو يقدر يزورني الاسبوع القادم تمني في المستقبل ادي كلمه نيكست ويك الشخص هو نفسه الشخص بيتمنى بيتمنى لنفسه فاصبح هي هي موجوده مرتين هنا عندي طبعا الناس هتلاحظ ان في سبجكت فيرب اجريمنت لما اقول هي يبقى لازم كلمه ويشز حطيت طبعا اي اس عشان ده مفرد والفعل المنتهي بهيسنج ساوند اللي هي ش اللي هي دبليو اي اس اتش فقلت ويش فحطيت طبعا اي اس فبقت ويشز he could visit me next week. طيب لو انا بقى بتمنى لسيادتك بتمنى لك انت، لاحظت في اختلاف، اي انا اللي بتمنى وبتمنى لك انت يو فده غير ده. هنا بقى بحط كلمة would وليس كلمة could. طبعاً would او could لازم بعديهم المصدر enjoy the following lesson يعني ايه مثلاً؟ لو قلت انا مثلاً as a teacher او انا كمستر محمد اقول مثلاً وش اتمنى يو انتوا كطلابي الاعزاء اي ويش يو بتمنى لكم هنا بقى طالما الشخص اللي بيتمنى مش بيتمنى لنفسه بيتمنى لحد تاني بستخدم كلمه وود اي ويش يو وود تمام كده وبعد كده مثلا كلمه جيت هاي ماركس اتمنى تجيبه درجات عاليه طيب لكن لو قلت مثلا علي اكيد علي بتبقى ويشز ليه ضفت اي اس عشان مفرد علي ويشز هي علي بيتمنى لنفسه يبقى كلمة could وبعد كده أكمل get high marks تمام؟ بأكد تاني أن I wish بتساوي if only طيب إحنا كده خدنا التمني في المستقبل لما أقول مثلا جملة تمني في المضارع التمني في المضارع وانا اتفق أو اتفقنا أن احنا لما بتمنى فأكيد بتمنى شيء للمستقبل او بتمنى شيء يكون حاصل في الحاضر لكن اكيد في الماضي بتبقى ندم ريغريت لما اقول مثلا اي dont have a camera now الموقف الحالي اي dont have a camera انا لا املك كاميرا الناس هتلاحظ ان كلمه have فعل اساسي بمعنى يملك النفي بتاعه اكيد dont طبعا ده نفي المضارع البسيط لو دونت dont او doesnt اي هتبقى على طول dont والمصدر I dont have a camera now أنا لا أملك كاميرا الآن ده الواقع أو ده اللي حاصل بقول يا ريت كان معايا كاميرا بقى الآن هتلاحظوا حطيت كلمة أي ويش حد يقول لي كان ممكن كمان كلمة إف أونلي نفس المعنى بالضبط أي ويش أو إف أونلي بجيب بقى فاعل تاني اللي هو إف أونلي أي أو أي ويش أي دي زي دي بالضبط هنا بقى أحبائي طبعا كنت بقول أنا لا أملك كانت نفي اتمنى لو املك يبقى الكلام بقى اثبات مش بس كده كمان هنا بيقول لي اذا كنت بتتمنى شيء في المضارع اللي فيه كلمة ناو يبقى لازم تخلي الفعل الاساسي بتاعك في الباست سمبل او الماضي البسيط اللي هو التصريف الثاني للفعل فشرط اساسي ان هاف هتتحول طبعا للسكند كونجيجيشن تصريف تاني هتبقى هاد فبقت الجمله بتاعتي اي ويش اي هاد ا كاميرا ناو اتمنى لو كان معايا كاميرا دلوقتي حتى بالعربي كده اتمنى لو كان كان ده اكيد ماضي تمام كده معاي كاميرا الان لاحظوا وجود كلمه ناو وجود كلمه هاد معروف ان ناو بتعبر عن مضارع وهذا المفروض انها باست لكن طالما هو تمني زي بالظبط الحاله التانية لقاعده اف مثال كمان بيقول it is very hot outside now مثلا بنقول الجو حار جدا طبعا بالخارج it is طبعا ده present اهو مضارع very hot outside now الان الجمله كده بالنسبه لنا present simple اللي هو مضارع بسيط طيب فقلت I wish حد يقول لي I wish تستبدل بإيه؟ أقول لك بتستبدل بكلمة if only وبعدين ات اللي هي دي بالنسبة لي طبعا نزلتها ات. it is كان الكلام مثبت كان الكلام مضارع مثبت المثبت انا بتمنى عكسه الجو حر بقول اتمنى لو لم يكن لو لم يكن يبقى اكيد هنفي يبقى المثبت تحول لنفي دي نقطه مهمه طيب ايه كمان؟ قال لي طالما بتتمنى شيء في الحاضر ناو يبقى اكيد بتجيب الباست من الفعل اكيد ان كلمه از الماضي بتاعها واظ طبعا was احنا اكيد نافية تبقى wasn't طب ليه استخدمت it were لان احنا قلنا قبل كده لما درسنا الكونديشنالز حالات اف الشرطية قلنا انا ممكن استخدم كلمة وير او الفعل وير او subject verb فعل الشرط وير مع كل الضمائر مع اي و he و she it they we you ايا كان الشخص بستخدم كلمة وير عشان تعبر طبعا عن استحالة حدوث الشيء في الوقت الحاضر فبقول زي ما كنا دايما نقول كده اف اي وير يو طب ما احنا عارفين ان اف اي المفروض ان اي بتاخد واز لكن عادي جدا بنقول اف اي وير يو اي وود لو انا مكانك هعمل كذا تمام كده اتفقنا دي حاله كام تانية لاف اف ماضي بسيط والناحيه الثانيه كان بيبقى فيه وود وايه والمصدر فنفس القصه بالظبط it is very hot outside now الجو حار جدا بالخارج اتمنى i wish او if only ات عادي على الجو طبعا لو لم يكن فبنفي طبعا از هحولها للماضي بتاعها لي واز او وير وير ليه تاني ات تاخد وير عادي جدا عشان طبعا استحال حدوث الشيء وطبعا از كانت مثبته بقت وير نوت نفي وكملت الجمله بتاعتي فبقت اي ويش ات وير نوت فيري هات اوتسايد ناو كده احنا ناقشنا التمني في المستقبل والمضارع جمله كمان بتقول مثلا there are a lot of people in this place الواقع او حقيقة اللي انا شايفها قدامي ان there are يوجد a lot of people كثير من الناس in this place في هذا المكان في ناس كتير في المكان ده يعني مثلا في زحام ولو انا مثلا واخد تدابير احترازية بس عشان كورونا فبتمنى بقول يا ريت ما كانش في حد كتير في المكان ده بتمنى عكس اللي حاصل اللي حاصل ان في ناس كتير انا بقول يا ريت لو لم يكن يعني فخدت طبعا كلمه اف اونلي حد يقول لي كان ممكن اقول كلمه اي وش او وي ويش مفيش مشكله في الضمير هنا اغيره اي ويش وي ويش هي ويشز ذي ويش ايا كان بتساوي بالظبط كلمه اف اونلي يا ريت حطيت كلمه ذير نزلت عندي ار مثبته هتتحول لحاجتين ماضي بسيط تصريف تاني وفي نفس الوقت نفي يعني البريزنت سمبل اللي هو المضارع البسيط المثبت الافرمتيف كيس بيتحول على طول لباست سمبل ماضي بسيط ويبقى كمان نيجاتيف كيس يعني المضارع البسيط المثبت بيتحول لماضي بسيط منفي المضارع البسيط المثبت هو كلمه ار تتحول لماضي بسيط ار هتبقى وير منفي تبقى وير نوت فاصبحت الجمله if only the were not أو weren't many people in this place أظن كده إحنا بنتكلم تاني بأكد على موضوع مهم جدا اللي هو الجرامر بتاع الوحدة 15 بتكلم على ال wishes and regret التمني والندم بالمنطق بالعربي كده لما بتتمنى فأكيد بتتمنى شيء لل future for your future المستقبل بتاعك or for the present أو للحاضر عايز تعكس الموقف اللي حاصل دلوقتي لكن لما تتكلم عن الباست فاكيد بتتكلم على ندم تقول يا ريتني كنت عملت كذا او يا ريتني ما عملتش كذا ده هنناقشها اكيد هي الجزء التالي لكن باكد تاني التمني في المستقبل انا لما بتمنى اكيد في صيغ كتيره جدا للتمني بستخدم منهم كلمه اي وش واحنا عارفين وش اتمنى اي وش اي want اي هوب لكن كلمه وش ليها استعمال خاص قلت اي ويش طبعا مش بالضروره انا اللي بتمنى قلت شي ويشز هي بتتمنى ما فيش مشكله تمام كده ايا كان الشخص اللي بيتمنى اتفقنا طيب بعدها ايه بقى بعدها في فاعل اي ويش اي غير لما اقول اي ويش هي ايه الفرق لو اي ويش اي اتمنى ان انا يبقى الشخص اللي بيتمنى بيتمنى لنفسه فاخد كلمه كود طب اي ويش هي انا بتمنى له هو يبقى هنا بستخدم كلمه ود يبقى اي ويش بديلها كمان كلمة if only I wish و اونلي بعديهم فاعل الفاعل ده لو كان هو نفس الشخص بيتمنى لنفسه هاخد كلمة كود بعديها المصدر لو حد بيتمنى لحد تاني هاخد وود وبعديها المصدر فقلت مثلا I wish I could أنا كطالب مثلا بقول I wish I could get high marks أتمنى أجيب درجات عالية لكن لما أنا as a teacher قلت بتمنى لكل طلابي طلاب مصر التعليمية طلاب مصر عموما قلت I wish you الشخص اللي بيتمنى غير اللي بيتمنى لهم قلت I wish you would get high marks طبعا الكلام ده كان في الفيوتشر اكيد في الجملة بتاعت في احبائي في التشايسز هيبقى في حاجة تدل على المستقبل تمام طيب لو اتكلمت بقى على البريزنت قلت التمني للحاضر هو انك بتتمنى عكس الموجود فاديت مثال قلت I don't have a mobile لا املك موبايل الان تمام كده طيب فقول يا ريت لو كان معايا موبايل اقولها ازاي يا ريت دي بقى بالعاميه هي كلمه اف only او كلمه اي ويش بعديها فاعل اتمنى لو انا يبقى اف only اي او اي ويش اي قال لي طالما بتتمنى شيء للمضارع فانت لازم تجيب فعل في الباست باست سيمبل ان بارتيكولر يعني ماضي بسيط على وجه الخصوص فطبعا قلت كلمه have الماضي بتاعها كلمه هاد اي ويش اي هاد a موبايل رايت ناو تمام كده طب لو حبيت تكمل لو معايا موبايل دلوقتي هتعمل ايه حد ممكن يسالني وات وود يو دو اف يو هاد ا موبايل ناو اللي ممكن تعمله معاك موبايل دلوقتي كان بالظبط كانها قاعده اف اقول اف اي هاد ا موبايل ناو او اف اونلي اي هاد ا موبايل ناو او اي ويش اي هاد ا موبايل ناو يحصل ايه اي وود فون ماي براذر هتصل باخي اي وود كون وايه والمصدر عملتها بالظبط كانها سكند تايب اوف كونديشنالز الحاله الثانيه لاف الشرطيه اوكي تعال نرجع تاني للشاشه بتاعتنا ونشوف المثال بتاعنا كان ممكن نستعمل فيه كمان قاعده اف ازاي عندنا على الشاشه كمان بيقول لي لو خدت نفس المثال تاني كده بيقول لي ذير ار ا لوت اوف بيبل ان ذس بليس في ناس كتير في هذا المكان انا قلت بالنسبه لي انا ممكن احولها اقول ايه بقى if only there were not بتمنى many people in this place. ركزوا كده انا قلت ان كلمه if only هي بعينها i wish فالناس دايما في الـ choices واحنا الامتحان بتاعنا كل الـ choices لازم اركز لما الاقي كلمه wish افكر شويه يعني مثلا مكتوب عندي i wish مفيش حاجه هنا خاصه ب بس هي بعينها بتدي نفس المعنى فالناس وهي بتحل في الـ choices لما نلاقي كلمه wish احبائي ركزوا فيها شوية لانها ممكن يكون لها علاقة بالقاعدة بتاعتنا وطبعا ده بيوصلنا للجملة بتاعة اف في الحالة التانية والتالتة التالتة ناخدها بعد شوية لكن هي حاليا حالة تانية فلو جيت قلت مثلا ادي كلمة I wish there نفس الكلام مثلا weren't مثلا وكملت many people in this place حد يسألني طب لو انت يعني لو كان حاصل ان مفيش ناس كتير في هذا المكان ايه اللي كان ممكن يحصل لازم اكمل وكانها قاعده اف قاعده اف حاله كام ثانيه الحاله الثانيه كلنا عارفين بتتكون هعتبر ان اي وش دي كلها زي كلمه اف طيب بعدها ماضي بسيط باست سيمبل اف ماضي بسيط يبقى الناحيه الثانيه ايه الناحيه الثانيه لازم في وود والمصدر مثلا وي فرضا يعني بقول كده نكمل وي وود مثلا فيل ات ايز كنا مثلا نحس مثلا بالراحه لو مفيش عدد كدة كنا حاسين بارتياح فاصبح ادي كلمه اف اللي هي اي ويش بعدها باست سمبل ماضي بسيط الناحيه الثانيه ادي وود والمصدر كانها حاله ثانيه لاف الشرطيه زي بالظبط المثال اللي فات ده لو انا جيت قلت مثلا اي ويش ات وير نوت فيري هات اوتسايد اي ويش زي كلمه اف اللي هي بتساوي بالظبط برضو كلمه اف اونلي وكملت قلت I wish it were not very hot outside طب حد بيقول لي لو الجو مش حر قوي بالخارج كنت ممكن تعمل ايه هقول له بالظبط كانها الحاله الثانيه الحاله الثانيه بتقول ايه I wish او if او if only بعدين past simple تصريف ثاني ماضي بسيط تصريف ثاني للفعل يبقى لازم الناحيه التانية جواب الشرط او الريسبونس تبقى لازم would والمصدر اكمل مثلا اقول we would go out كنا خرجنا مثلا we would go out فأصبحت الجملة I wish it were not very hot outside now we would go out كان ممكن نخرج تمام بالظبط نفس الكلام لو أنا خدت المثال ده كمان وقلت I wish I had a camera now ممكن بعد كده أسكت أتمنى لو كان معايا كاميرا الآن طيب لو حبيت أكمل حد يسألني كان ممكن تعمل إيه لازم أخد بالي إنك إنها حالة تانية حالة تانية ليه ما انتوا عارفين التمني في المضارع دايما حاله تانية كمان نقطه تانية عارفين ده ماضي بسيط، الماضي البسيط هو تايب 2 الحاله الثانيه في اف تمام؟ اي وش زيها بالظبط زي كلمه اف وهنا هاد ماضي بسيط. احط كاميرا تمام كده في النص واكمل. لو كان معايا كاميرا الان انا كنت مثلا التقطت صور كتير اي وود تمام كده؟ او مايت او كود ما انتوا عارفين ممكن ابدل وود او كود او مايت وبعد كده مثلا المصدر كلمه تيك ا لوت اوف فوتوز كنت التقطت صور كتير فاصبح الجمله بكملها كما لو كانت حاله تانية لاف طالما هو تمني في المضارع I am not tall enough to play basketball واحد بيقول انا لست طويل بدرجه كافيه عشان العب باسكت بول الناس تركز أنا في الوحده الرابعه خدنا كلمة طبعا او في الخمسة كمان خدنا ان كلمة تول اناف يعني اناف دايما بتيجي قبلها الصفة تول اناف وبعد كده تو زائد مصدر غير طبعا قاعدة تو صفة تو I am not tall enough to play basketball معنى الجملة لست طويلا بالدرجة الكافية ان العب بول طيب واحد بيتمنى بيقول يا ريتني بقى تبقى كلمة if only او كلمة I wish زي بعض ما فيش مشكلة خالص I wish او if only I خدت كلمة آم بريزنت أنا اتفقنا من شوية إن المضارع البسيط المنفي هنا هيتحول لماضي بسيط مثبت يعني النفي كلمة نط ما يبقاش لها مكان في الجملة بتاعتنا النفي هيبقى إثبات المضارع هيبقى ماضي إحنا اتفقنا إن آم ماضيها واز لكن ممكن استخدم وير مع كل الضمائر زي ما قلنا بقت الجمله بتاعتي if only I were tall enough لو كنت طويل بدرجه كافيه كان ممكن اسكت لكن انا حبيت اكملها كانها قاعده إف فحطيت إف ادي باست سمبل حطيت كاما في النص وده مهم جدا وكملت جواب الشرط اللي هو would will مصدر I would play basketball أدي ود وادي المصدر كلمه play فاصبحت الجمله بتاعتي if only I were tall enough I would play basketball تمام حد يقول لي طبعا في العاده انا ممكن ابدا بجمله الجواب الشرط مفيش مشكله تماما يعني تمام طيب احنا كده خلصنا من التمني في المستقبل والتمني في المضارع لو اتكلمنا بقى عن الباست وانا بتكلم دايما بقول ان الباست دايما يعبر عن ريجريت اللي هو الندم ريجريت تمام فبيقول لي اي فيلد ذا اكزام حد هنا اكيد بيتكلمنا عن الماضي بيقول لي انا فشلت او رسبت في الامتحان هتلاحظوا كلمه فيل بقت failed طبعا باست ماضي بسيط واحد بيقول رسبت في الامتحان خلاص اللي حصل حصل ان الشخص ده رسب بيقول يا ريتني ما رسبتش ندمان او يا ريتني نجحت يا ريتني يعني ايه بقى يعني كلمه اي ويش او كلمه اف اونلي زي بعض بالظبط جبت الفاعل اي طالما الجمله ماضي بسيط أخليها ماضي تام. يبقى الندم دايماً ماضي تام. ركزوا. لما كان تمني في المضارع جبت فعل ماضي بسيط. تمني في الماضي بجيب فعل ماضي تام. والماضي التام أحبائي لازم فيه هاد والتصريف التالت. فبقت الجملة بتاعتي I wish I hadn't failed the exam. ما هو بالفعل أنا فشلت، رسبت، failed، مثبتة. فالمثبت بيبقى منفي. أنا عايز العكس. فأي failed but i hadn't failed الماضي البسيط خليته ماضي تام طبعا هيبان في الجمله بتاعتي مثلا كلمه دل على الماضي i failed the exam مثلا last year العام مثلا الماضي على طول هعرف ان الجمله ماضي يبقى دايما لما اعمل ندم بخليه ماضي تام اللي هو شرط اساسي يبقى فيه had والثيرد كنججيشن تصريف الثالث واكمل الجمله بتاعتي تمام طيب او ممكن تقول ايه i wish i had passed ما نفس القصة بالظبط لو ما كنتش رسبت يبقى كنت نجحت I wish I had تصريف تالت the exam واحد بيقول I feel sick أشعر بالإعياء I ate so much cake yesterday ما لكش دعوة بالجملة دي بقى أنا ليه دعوة بالجملة التانية I ate so much cake yesterday أكلت كيك كتير امبارح فبقول يا ريتني ما أكلت الأكل بالفعل حصل تم عشان كده تصريف تاني وفي كمان كلمه yesterday بقول يا ريتني ما اكلت فانا ما كانش عايز الحدث ده يحدث اولي بقى اي فيل سيك زي ما هي مفيش مشكله قلت اف اونلي اي جبت من عندي كلمه اف اونلي او اي ويش طالما بتكلم عن نفسي وحطيت اي يا ريتني انا طالما الكلام كان ماضي ايت اخليه ماضي تام هاد والتصريف التالت من كلمه ايت ايت ايتن طب الجملة هنا كانت مثبتة يبقى لازم تبقى هنا منفية بقت الجملة if only I hadn't eaten so much cake ياه yeah, لو ما كنتش أكلت كيك كتير yesterday تمام كده حد يقول لي كان ممكن يحصل ايه أقول لك ما كنتش أحس بالإعياء الآن يعني لو حبيت أكمل على الجزء المكتوب ان ريد ده كنت حطيت كما في النص وقلت آي والناس تركز أنا اعتبرت إن هنا بالنسبة لي كأن هبدأ من عند الجزئية دي اللي هي كلمة إف اف لي يعني اعتبرت اف لي؟ ادي كلمه اف بعدها ماضي تام حاله كام يا شطار؟ شطار حاله ثالثه لازم الناحيه الثانيه وود هاف تصريف ثالث يعني ايه؟ يعني اجيب كلمه وود واجيب كلمه هاف واجيب التصريف الثالث من كلمه فيل اللي هي فلت يشعر طيب هنا بقول لو ما كنتش اكلت يبقى اكيد ما كنتش شعرت يبقى اكيد نفي فود هتبقى اكيد wouldn't حسب المعنى I wouldn't have felt sick فأصبحت كأنها حالة تالتة لإف بأكد تاني آدي عندي مثلا آدي إف only كأنها الرابط بتاعي إف أو I wish بعد كده في جملة كاملة اللي هي جملة فعل الشرط أو الستيمولس فأصبح عندي I بعدها ماضي تام هاد والتصريف التالت يبقى لازم في النص كما واكمل جواب الشرط would have تصريف ثالث فبقت الجمله بتاعتي if only I hadn't eaten so much cake yesterday I wouldn't have felt sick كان ممكن اقف عند الجزء ده مفيش مشكله if only I hadn't eaten so much cake yesterday يا yeah, لو ما كنتش اكلت كيك مثلا كتير امبارح كان ممكن اسكت لكن لو حبيت اكمل لازم اراعي دي حاله ثالثه اللي بيتوفر فيها ايه؟ يتوفر فيها رابط اللي هو كلمه اف لازم عندي باست بيرفكت ماضي تام جمله فعل الشرط يبقى لازم جواب الشرط وود هاف تصريف ثالث على عكس اللي اخذناه في التمني في المضارع كان دايما حاله تانية اللي كان اصلها ماضي بسيط وكان الناحيه الثانيه وود والمصدر وليس وود هاف تصريف ثالث واحد بيقول اي didn't apply for that job. انا ما تقدمتش للوظيفه. I didn't apply. هتلاحظ didn't apply ده past ماضي نفي الماضي البسيط didn't والمصدر ما تقدمتش للوظيفه طيب اتضح ان الوظيفه دي بقى مزاياها كويسه وفيها هاي سالري والكلام ده كله يقول ايه بقى يا ريتني كنت قدمت هيقولها ازاي يا ريتني هيكتب كلمه اف اونلي او كلمه اي ويش مثلا طالما الشخص بيتكلم هنا ويحط كلمه اي طيب انا ما تقدمتش يا ريتني تقدمت ما تقدمتش ده نفي قدمت بقى اثبات يبقى الجمله هجيبها تكون مثبته طيب لما يكون ديد انت ماضي بسيط يبقى انا هعمل ندم الندم دايما ماضي تام اللي هو هاد والتصريف الثالث حطيت هاد اجيب التصريف من كلمه ابلاي تبقى ابلايد قلبنا الواي لاي وحطينا اي دي فاصبحت اف اونلي او اي ويش اي هاد ابلايد فور ذات جوب اي ويش او اف اونلي اي هاد ابلايد فور ذات جوب تعالوا نشوفها مكتوبه اي اي هاد ابلايد as يو ادي اي ويش قلت بدلها بكلمه اف اونلي مفيش مشكله تمام وبعد كده قلت الفاعل لان لازم بعد اي ويش او اف اونلي او اف عموما لازم كلوز سنتنس جمله كامله يكون فيها فاعل وفي فعل هات كلوز past perfect طبعا ماضي تام وطبعا الجمله بتاعتك اكتملت حد يقول لي مثلا ايه لو حبيت اكمل الجمله هي لغايه كده اي ويش اي هاد ابلايد فور ذا جوب يا ريتني كنت قدمت الوظيفه كان ايه اللي ممكن يحصل يعني وات وود هاف هابند ايه اللي كان ممكن يحصل هحط كما كده اخلي النقطه دي او الفولستوب اخليها كاما. واقول مثلا كان ممكن ابقى سعيد الان اقول ايه اي لازم جمله جواب الشرط جمله كامله كمان لازم احط وود من عندي ولازم بعد وود هاف تصريف ثالث اكون من كلمه بي تبقى بين تصريف ثالث هابي تمام كده؟ يبقى I wish I had applied for that job. I would have been happy. كنت هبقى سعيد. تمام كده؟ طيب الجملة بتقول the weather was cold while we were away. الجو أو الطقس كان في الباست كان بارد while we were away لما كنا برا مثلا. فأصبح I wish أتمنى حطيت طبعا كلمة ات عادي على the weather الطقس was ماضي بسيط تصريف تاني. اخليها ماضي تام او الباست بيرفكت الماضي التام بيتطلب ايه اجيب هاد من عندي ادي هاد واجيب التصريف التاني من كلمه ووز التصريف تاني من ووز يا حبايبي بين ام از ار مضارع واز وير ماضي بين تصريف تالت فاصبحت اي ويش ات هاد بين وورمر اتمنى لو كان الجو ادفئ كثيرا تمام كده طيب كان ممكن ايه مثلا كان ممكن نستمتع اكتر يبقى لو حبيت اكملها تبقى لازم حاله تالتة حالة تالتة فيها I wish اللي تساوي كلمة if بعديها ماضي تام هات تصريف تالت يبقى لازم would have تصريف تالت مثلا we would have مثلا enjoyed we would have enjoyed مثلا ماتش كنا استمتعنا كتير would have تصريف تالت I wish it had been warmer we would have enjoyed much فأصبح ادي if ماضي تام would have تصريف تالت طبعا احنا اكدت وانا بشرح ان لما يكون في جمله تانية لازم اراعي تطبيق قاعده if هعمل تاكيد على الكلام ده مثال مثلا بيقول if only she hadn't told the police لغايه كده كان ممكن نستنى بيقول لو ما كانتش بلغت الشرطه اصبح كلمه if only ادي الرابط بعد كده ماضي تام هاد تصريف ثالث الناحيه التانية هيبقى عندي اكيد would have تصريف ثالث تمام احبائي تابعوا معانا لكن هنستاذنكم طبعا نروح لفصل قصير انتظرونا اي الطلبه اهلا وسهلا بيكم افكركم مره ثانيه ان احنا النهارده بنناقش مع بعض الويشز اند ريجريت التمني والندم اتفقنا ان احنا بالنسبه لنا بنتمنى شيء للمستقبل اي ويش او اف اونلي بعد كده فاعل اي او وي بنتمنى لنفسنا بقت على طول كلمه كود زائد مصدر قلت هي ويشز هي هو بيتمنى لنفسه برضه بقت كلمه كود عادي I wish you بتمنى لكم تبقى كلمة would والمصدر ده تمني في المستقبل وبأكد تاني أكيد هيبقى في الجملة بتاعتي ما يدل على المستقبل لكن بتمنى شيء في المضارع كأنها بالضبط الحالة التانية الإف فأكيد بتبقى if only بتساوي كلمة if بتساوي كلمة I wish بعدها past simple تصريف تاني يبقى الناحية التانية على طول في would والمصدر لو حبيت تكمل الجملة بتاعتك وبأكد تاني أنا قلت مثال قلت I wish I had a mobile now كان ممكن استنى قلت لو حبيت اكمل اخليها حالة ثانيه قلت I would phone my brother would والمصدر جينا بقى الحاله الثالثه اللي طبعا بتعبر عن ندم وليس تمني لما تقول يا ريتني على شيء في الماضي بتندم فتقول مثلا ايه I wish او if only لازم had والتصريف الثالث يعني مثلا واحد مش بيشوف مصر التعليميه وما جابش درجات كويسه مثلا يقول لك ايه يا ريتني كنت شفت بعد فوات الاوان تقولي I wish I had watched I wish I had watched had تصريف ثالث. I wish I had watched مثلا the educational channel اللي هي القناه التعليميه او EGYPT educational channel مثلا مصر التعليميه تمام؟ نقول له طب ايه اللي كان ممكن يحصل؟ يقول لي بقى لازم حاله ثالثه الاف لازم يراعي التركيب الجرامر يقول لي I would have got high marks would have تصريف ثالث اي would have got high ماركس كان ممكن اجيب درجات عاليه اوكي نرجع تاني دلوقتي للشاشه وناكد على الفكره ان لما يكون عندي تكمله لازم اراعي شروط قاعده اف الحاله الثانيه والثالثه تعالوا نبص كده مع بعض على الشاشه حبايبي فالجمله بتقول تاني كده if only she hadn't told the police everything would have been all right. انا قلت لكم ان خلاص كلمه if only هي بالظبط هي الرابط كلمه if لازم بعدها جمله كامله الجملة لازم يكون فيها فاعل شي ادي هاد والتصريف الثالث كان ممكن نستنى هنا عند الجملة الأولى وقلت إف أول شي هادنت تولد ذا بوليس لو ما كانتش بلغت الشرطة لكن لما بدها أكمل بقى لازم أكمل بجملة كمان وراعي قاعدة إف قلت إيفري كل شيء ده الفاعل بتاع الجملة الثانية لازم أجيب كلمة وود أو كود أو مايت وود أو كود أو مايت لازم بعدهم هاف وتصريف ثالث فقلت everything would have been all right. كان كل شيء على ما يرام. جملة كمان بتقول I wish he hadn't wasted all his money. واحد بالفعل he wasted هو ضيع بالفعل his money فلوسه. أنا بتكلم على fact he wasted his money هو ضيع فلوسه. فبقول يا ريت هو ما كانش ضيع فلوسه. I wish أنا اللي بتمنى. أو if only بأكد كل مرة أقول I wish بقول لكم هي بعينها if only. هنا هي الفاعل ادي هاد تصريف ثالث طبعا بقول لو لم يضيع فاكيد نفي هادنت ويستد ادي هاد تصريف ثالث all his money كان ممكن نقف اللي ممكن نكمله بقى نحط كمان نقول he would have bought a new house كان ممكن يشتري بيت جديد لو ما كانش ضيع فلوسه كان اشترى بيت جديد الكلام ده كله اكيد فين في in the past في الماضي فاصبح would have تصريف ثالث من كلمه باي بقت كلمه bought اللي هي يشتري تمام طيب لما اجي اقول بقى I regret not studying hard هي بعينها I wish I had studied hard الناس فاكره لما احنا درسنا قبل كده في الافعال ده followed by to plus infinitive او افعال plus gerund احنا قبل كده قلنا ان في افعال بعدها to زائد مصدر وافعال بعدها فعل فيه ing فاكرين لما اخدنا مثلا كلمه زي كلمه ستوب تمام؟ قلت اي ستوب تو باي ستوب تو باي وقفت علشان اشتري لكن اي ستوب باينج توقفت عن شراء بقول تاني ان احنا عندنا في افعال كان بعدها تو زائد مصدر وممكن بعدها فعل فيه اي ان جي لكن مع وجود اختلاف ا ديفرنس ان مينينج في اختلاف في المعنى لما جيت قلت مثلا افعال زي كلمه stop او كلمه remember forget regret إيه بتاعتنا النهارده كلمه try تمام كده الافعال دي احبائي قلت ممكن بعدها تو زائد مصدر او فعل فيه اي ان جي ولكن المعنى بيختلف يعني ستك مثلا خدت كلمه زي كلمه start او كلمه began قلت اي began studying زي بالظبط اي began to study. مفيش مشكله اي began الفعل begin يبدا لو بيت لو جه بعده تو مصدر او فعل اي ان جي مفيش اختلاف في المعنى اي بيجان تو ستادي اي بيجان ستاديينج عادي زي مصدر مؤول ومصدر صريح بالعربي لكن فكره ان افعال زي ستوب remember forget regret الافعال دي بقى بيختلف لو جيتو غير لما يجي فعل فيه اي ان جي اهتمام النهارده بفعل ريجرت لما اقول اي regret تو يعني اسف اني ابلغك اسف اني اقول لسه ما عملتش الحادث I regret to tell you that مثلا your brother is ill او your friend مثلا is ill اسف اني اقول لك يعني بالظبط بتساوي I am sorry to tell you انا اسف اني ابلغك فاصبحت I regret to regret to انا مضطر لفعل الشيء I regret to leave you انا اسف نادم على اني اتركك لسه ما تركتكش انا يعني مضطر اعمل كده لكن احنا في درسنا النهارده بنتكلم على ندم شيء فات فاكيد ندم يبقى لازم ريجريت بعدها فعل فيه اي ان جي او صيغه الجراند انا اقول مثلا ضيعت وقتي اي ويستد ماي تايم اي ويستد ماي تايم ضيعت وقتي خلاص حدث تم وانتهى باست سمبل ان اكشن ذا هابند اند فينيشد completely ان ذا باست فقلت ايه يا ريتني ما ضيعت اتمنى لو ما ضيعتش تبقى ايه اي regret ندمان تضيع وقتي I regret wasting my time. I regret wasting my time. ما ذاكرتش. I regret not studying. هتلاحظوا كلمة regret بعدها not نفي الجرند. بحط كلمة not على طول وبعد كده الجرند اللي هو الفعل اللي شكله فيه ايه؟ اي ان جي. I regret not studying. نادم اني ما ذاكرتش. هي بعينها ايه؟ يا ريتني ذاكرت. يا ريتني تقال زي بقى؟ I wish I had studied. يبقى تاني I wish I had studied لاستير مثلا هي بعينها I regret not studying I regret not studying تمام كده؟ طيب تعال نشوف الكلام ده مكتوب يعني نأكد على القاعدة بتاعتنا هنلاحظ مكتوب عندي ايه دلوقتي كده؟ ادي كلمة regret بعدها ايه يا حبايبي؟ ادي not وادي الجرند معنى الكلام أنا نادم على عدم، ما هو بقى، على عدم المذاكرة الجادة. هي بعينها إيه بتساوي إيه بالظبط أو بتساوي عندي؟ أي wish أي هاد، يا ريتني ذاكرت. أي wish أي هاد started هارد. اللي عايز أقوله إن كلمة ريجريت لو جه بعدها جيراند بتساوي بالظبط هاد تصريف ثالث. تمام؟ طبعًا ده كان الأساس في الدرس بتاع النهاردة، لكن ده ما يمنعش إن في أساليب أخرى للتمني. لو قلت أي وش، ركزوا هنا. كان كل مرة في الجمل اللي فات كان فيه فاعل كنت بقول I wish I I wish they I wish he كنت بحط فيه فاعل دايما هنا بقى ما فيش فاعل جايب to. تو to يبقى لازم مصدر I wish to see the manager أصبح تاني إيه الفرق بين الجملة دي والجملة اللي فاتت كنت بقول في الجملة اللي فاتت مثلا I wish واجيب فاعل هي أتمنى إن هو يعني وش كان بعدها فاعل هنا بقى لا I wish to جاء preposition حرف جر يبقى لازم بعد البروبوزيشن مصدر I wish to see the manager please اتمنى اقابل المدير if you wish to reserve a table please telephone after 5 o'clock لو عايز تحجز منضدة او ترابيزة مثلا في مطعم لو سمحت اتصل بعد الخامسة ده معنى الكلام ده ايه ادي كلمة wish ما جاش بعدها فاعل جه بعدها to يبقى لازم مصدر I wish او if you wish to reserve كمان عندي wish ممكن بعدها اسم او wish someone something اتمنى لشخص شيء ما اسماء في كل الحالات زي ايه مثلا I wish you a speedy recovery اتمنى لك الشفاء العاجل ادي كلمة I wish you ما جبتش بقى لا مضارع ولا قلت مستقبل ولا نم على ماضي ولا غيره قلت هنا جايب اسم على طول مفيش فكرة افعال هنا لو كان في افعال كان لازم اركز وات تنس الزمن بتاعي هل مثلا بالنسبه لي كود او would زائد مصدر ولا باست سمبل تصريف تاني ولا هاد تصريف تالت هنا بقى بالنسبه لي ريحني ما جابش افعال نهائي جاب لي اسم طبعا سبيدي ريكفري جاب لي ادجكتيف وناون صفه واسم اي wish you good لك اتمنى لك حظ كويس برضو بعد يو ما جابش افعال جاب صفه واسم Good luck اتمنى لك حظ سعيد I wish you a happy life اتمنى لك حياه سعيده فاصبح برضو adjective وبعد كده noun تمام كمان كلمه hope hope يعني يامل او يتمنى اكيد طبعا بالنسبه لنا في الباست بتبقى hoped تمام كده الاي دي بننطقها اس I hope he passes او he will pass يعني ايه يعني في فاعل شخص هو subject وادي الفعل hope تمام لو بيتمنى هنا عندي فعل تاني فاعل تاني يعني مثلا فعل جمله تانيه يعني اتمنى مثلا ان علي اللي بعد علي ده لازم يكون اما بريزنت سمبل مضارع بسيط يا اما فيوتشر سمبل مستقبل بسيط يا مضارع بسيط تصريف اول يا اما مستقبل بسيط لو ولو مين حبائي ولو زائد المصدر مثلا مثال زي كده اي هوب هي او اي هوب علي اما باسز باس pass يعني ينجح ذا اكزام مثلا طبعا هي باسز مضارع بسيط اضفت اي اس عشان الفعل كان منتهي برضو بهيسنج ساوند س باس تمام كده او اي هوب هي ويل باس يعني عندكم حاجه من اتنين اي هوب اما هي باسز او اي هوب هي ويل باس يا مضارع بسيط يا مستقبل بسيط لكن لو بتمنى نفس ممكن اقول بس اي هوب اتمنى تو لو حطيت تو لازم مصدر اي هوب تو باس تمام كده يبقى في فرق بين هوب تو لازم بعدها مصدر و لو بعديها بتمنى لشخص زي كده فممكن مضارع بسيط او مستقبل بسيط المضارع البسيط تصريف اول والمستقبل بسيط والزائد المصدر اكد تاني ان كلمه هوب لو بعدها تو مفيش فاعل هنا يبقى على طول مصدر اي هوب تو ون ذا فيرست برايز بتمنى افوز بالجائزه لكن لو قلت مثلا اي هوب وقلت مثلا ماي براذر حطيت اسم تاني اهو يا اما وينز مضارع بسيط في اس عشان ده مفرد يا اما ويل وين تمام كده اظن بكده احنا نقدر نقول احنا شرحنا الدرس بالتفصيل نخش بقى على الجزء الخاص بالتدريب حل مع بعض احبائي مثال بيقول it is very hot today الجو حار النهاردة I wish it not cooler اتمنى لو كان الجو برد او الجو الطف يعني طيب انا لازم الاول احدد زمن الجملة بتاعتي زمن الجملة عشان بناء عليه التمني بتاعي it is ادي كلمة is يبقى الكلام ده present ده مضارع طيب لما انت بتتمنى شيء في المضارع بتعمل ايه بتجيب فعل في الماضي تمني اهو تمني في المضارع يبقى الفعل فين في الماضي تمام في الماضي ايه؟ البسيط، تصريف كام؟ تاني، تصريف تاني. تصريف تاني من كلمة اذ هتبقى كلمة واز أو كلمة وير، بالظبط عندي كلمة واز. حد كان ممكن يستخدم كلمة وير؟ مفيش مشكلة. يعني اي wish it were كولر. تمام كده؟ فأصبح was أو وير. ليه كلمة وير تنفع؟ احنا اتفقنا إن دي حالة تانية لإف تمني عكس اللي حاصل أو عكس الواقع، يبقى أنت ممكن تحط كلمة وير سابجنكتيف verb عشان تعبر عن الاستحالة. تمام كده؟ طيب حاجة تانية احنا بالنسبة لنا نقول ايه؟ ادي كلمة اي دي مفتاح كي ورد اتمنى طب التمني انا عندي فيه حاجة من تلاتة. يا اما كود او وود زائد مصدر ادي اول حاجة يا اما ماضي بسيط تصريف تاني يا اما ماضي تام هاد والتصريف التالت طيب الجملة دي ما فيهاش كود او وود تمام كده؟ في از از ده مضارع بسيط مش مش استخدامنا في ويل ما ليش في الاختيارات دول ما فيش كلمة ويل في ماضي بسيط وماضي تام ماضي بسيط وماضي تام دي ووز ماضي بسيط تصريف تاني وماضي تام هاد والتصريف التالت طب ما هقول اتيز تيز كلام مضارع اختار لنا ماضي طب لو مكتوب اتواز ماضي اختار له ماضي تام يعني برجع درجه ايز مضارع بختار ماضي ووز لو هي اتواز اتواز اختار على طول كلمه هاد بين اتفقنا كده فطبعا الجمله بتاعتنا عشان في از خدت كلمه واز وقلت ممكن استبدلها بكلمه وير الجملة اللي بعدها It was cold and I didn't wear a coat كان الجو بارد طبعا وأنا لما ارتدي معطف I wish I ريتني كنت ارتديت مثلا طبعا تاني في كود أود زائد المصدر مفيش في ماضي بسيط آه في ماضي تام آه لكن مفيش مضارع بسيط مفيش مضارع تام هاف هاد ده مضارع تام وهاف مضارع بسيط في التمني ما بستخدمش مضارع بسيط وما طبعا مضارع تام بستخدم اما كود او وود زائد مصدر يا اما ماضي بسيط يا اما ماضي تام طيب ده ماضي ووز انا قلت برجع درجه الماضي البسيط بختار له الماضي التام حاجه اخيره كده اي اي نوت اوت لاست في كلمه لاست نايت كلام ماضي وكمان اللي اكد اللي اكد كمان في كلمه وود هاف تصريف تالت يبقى عايز حاله كام حاله ثالثه شطار اي وش يا حبايبي هنا زي كلمه اف لازم بعدها ماضي تام والناحيه الثانيه ودها في تصريف ثالث الماضي التام فين في الكلام ده لو هادنت جان هاد تصريف ثالث فبقت الجمله اي ويش اي هادنت جان اوت لاست نايت اي وودنت هاف بين او ات وودنت هاف طبعا او wouldn't هاف بين ليت ذس مورنينج اي don't لايك like this place اي ويش اي نوت سموير مور انترستينج واحد بيقول اي don't لايك like. انا لا احب هذا المكان ده بيتكلم على حاضر تمام كده عرفت ازاي المضارع مضارع عشان كلمه دون لايك like. يا ريتني بقى اعيش في مكان كنت بتمنى ان اعيش في مكان مختلف الان الان ده مضارع بدور على ماضي الماضي اكيد من كلمه ليف على طول كلمه ليفد في الاختيارات بتاعتي بستبعد ايه ما هو في التمني زي كده او في اذا كان تمني مستقبل او ندم في الماضي اكيد كلمه كل او زاد مصدر اكيد ما فيش مضارع بسيط اكيد ما فيش مضارع تام فيبقى عندي ماضي بسيط او ماضي تام طب ده مضارع بختار ماضي. لو مكتوب اي didn't لايك like ماضي كنت اخترت ماضي تام. وصلت الفكره؟ اتمنى طبعا نكون استوعبنا الدرس بتاع النهارده. زي ما قلت هو درس مهم جدا ولكن احنا بكده نقدر نقول ان احنا غطيناه بفضل الله بشكل كويس، اتمنى طبعا الناس تحل تمارين اكتر واكتر وبفكركم تاني ان ان شاء الله الثلاثاء القادم الحلقه بتاعتنا مش من سبعه بقى من ثلاثه الظهر طبعا وتستمر لمده ساعه ونصف باذن الله. على أساس طبعا أول يوم في رمضان كل عام وكل العالم بخير وسلام إن شاء الله أنتظر لك